عليكم، كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله يا ربي نعمل معكم واحد العصير كيجي زوين وبنين، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتبعوني. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا نص كيلو ديال خيزو، عندي هنايا طرو ديال الماء، عندي هنا جوج حامضات كبارين بعد ما حكيت لهم هاد القشره ديالهم، عطاوني هنا جوج معالق وعصرتهم، عطاوني نص كاس ديال الماء ديال الحامض، عندي هنا كاس ديال السنيده، عندي هنا جوج صاشيات ديال الفاني، عندي هنا واحد ياغورت مسوس، هادو ما حتى التالي حتى كيطيب سميتو الجزر ديالي. عاد كنزيد الفاني مع دانون وواحد معلقه سنيده ونخلطو مزيان، عاد كنضيفهم على العصير ديالي. دابا غنعمل الخيزو ديالي، هانتوما بعد ما ضفت الخيزو دابا غنعمل هاد الماء الحامض، دابا نزيد هاد كاس ديال السنيده، دابا كنعملو غير كاس حتى يطيب لينا، وديك الساعه نشوفو على حساب الحلاوه اللي بغينا حنايا. غنزيد هاد القشور ديال الحامض وغنزيد هنايا طرو ديال الماء، وغنسد عليه عاد بدا تصفر ثلث ساعه نطفي عليه. من بعد ما طاب العصير ديالي عملت فيه كنت يطرد الماء وكاس ديال سنيده، ودابا زدت هنايا كاس اخر ديال السنيده وغنزيد يطرد ديال الماء. دابا غنضيف هاد الدانون ديال المسوس من بعد ما برد، راه طفيت عليه قبيلاتي وبرد لي، عاد غنزيد عليه هاد الدانون المسوس وغنزيد عليه جوج صاشيات ديال الفانيلا، وغادي نطحنو نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا بعد ما كيوجد. الصراحه كيجي زوين، ها انتم القوام ديالو ثقيل وكيجي بواحد المذاق مع ديك المذاق ديال الفاني والحامض، كيجي رائع. على فكره انا عملت زدت جوج يطرو د الماء مع داك اليطرو اللي طاب، عطاني ثلاثه يطرو. ولا بغيتو ما تضيفوش عليه الماء، يمكن لكم تطحنوا عليه هكاك وتحيدوه في الفريكو وقت اللي بغيتو، تزيدوا عليه المزاح، ولا انا زدت عليه الصراحه شويه المزاح تيعطيني واحد المذاق رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، كنتمنى يكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وهذا الفيديو كنت هو خفيف ظريف على قلوبكم، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.